انطلقت سهرة أمس الأحد بدار الثقافة عبد المجيد الشافعي فعاليات ليالي جالمل الشعبي. السهرة الأولى من التظاهرة عرفت حضورا مميزا للعائلات والشباب ومحبي فن الشعبي الذين تفاعلوا مع الوصلات الغنائية المختلفة. التغطية لأمير عيسوقي. برنامج ليالي الصيف المنظم من طرف قطاع الثقافة والفنون لولاية قالمة، اليوم نحضر إلى الافتتاح الرسمي للأيام الوطنية لأغنية الشعبي في طبعتها الثالثة، والتي تنظم تحت شعار الحمد لله مبقاش الاستعمار في بلادنا. هذه التظاهرة التي دابت دابة قطاع الثقافة لتنظيمها في هذه المناسبة الصيفية. الشعبي راه في كونت ولاية 58 ولاية، وهذا هو اللي يفرح، هذا هو الشيء اللي يفرح، باسكو التراث تاعنا سواء الشعبي ولا البدوي ولا الشاوي، ولا عندنا بزاف حنا الطبوع في الجزائر، وكما نقولوا الاغنيه الشعبيه ولا الاغنيه الجزائريه بصفه عامه، وهذا الشيء اللي يفرح فن بلادنا. يعني ما شاء الله ست الكلمات اللي يكونوا نضاف وتغنيهم قدام العائلات ولا في التلفازه، ولا يعني الحمد لله الناس كي تسمع كلام نضيف تسمع. ان شاء الله حنا نحافظوا على التراث هذا، وحابين نكملوا شويه لقدام، حابين شويه نديروا مشروع تاع تكوين، حابين نكونوا الجيل هذا اللي صاعد. المهم كمن جاء قانون دخلوا امور جديده، المهم السيروره باش تكون ان شاء الله لا رولا.